طبعا زيادة الوزن منه صحي أبدا لجسمنا، وإذا كنتوا بتكون تعرفوا إذا أنتوا عم بتواجهوا خطر المشاكل الصحية بسبب زيادة الوزن فيكن تقيسوا خسركن. إذا تعدى مقياس خصر المرأة 88 سنتي إجمالا بتزيد نسبة الخطر، أما الرجال فإذا تعدى مقياس خصر الرجل 102 سنتي هيدا الشيء كمان بيكون بيأثر كتير على صحته. انتبهوا، يمكن أنتوا بس تقيسوا خسركن، إذا كنتوا سيدة ممكن كتير يكون أكتر من 88 سنتي والرجل كمان يكون أكتر من 102 سنتي ومش حاسين حالكن عندكن زيادة من الوزن. صح، لأنه اليوم قد ما العالم عم بيزيد وزنا صرنا نحنا مقارنة بنظريا يعني بالنظر عم نقارن حالنا لغيرنا عم نلاقي أنه نحنا صرنا مثل معدل البوبوليشن، ولكن شئنا أم أبينا الدراسات العلمية أكدت وبرهنت أنه السيدات مش لازم يتعدى خصرهم تنسهل الأمور 90 سنتي والرجل 100 سنتي.